ظافر في الغربان الشهري وودي الشباب يدخلونه بس لا 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 انا اللي بستقبل ازعل ولا لا 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 خلوه بيجي انا اقصد الاعداد عندي انا اتكلم مع الاعداد الله يهديكم انتم على ضيف ايه ضيف بس واجب علينا حي الله حي الله ظافر بن غرمان الشهري مرحبا يا ظافر مرحبا وينك يا ظافر ايوه مسير كاسب فيك معروف هو مسير هو مسير هو اللي قديم واللي بيني وبينه معزة واستفيد منه في أمور كثيرة استفيد منه في امور كثيره وانتم تسمعون الحين تستفيدون منه بعد وكبير في السن يعني ترى مو بيمشي هو جاي حتى انتم مشاهدينا الكرام بشويش لا تستعجلون على ظافر لا لا خلوه لا خلوه بيه وما يحب احد يمسك ما يحب احد يمسك يحس بضعف طيب لو كنت خطوط بعيدتن عليه يخليه من الحين ما يجي بعض كبار السن عندنا ما يبغاك تلزمه كذا لا يجي لا بس علمهم يجي مع الكنترول عشان ما يجي منك الخطوط لا لا بيجي عليه. منه بيجي من هنا انا موصيهم عليه وبيجي خليه علي علي خلي بيجيكم ها مع ظافر غرمان عمنا انا عامد شيخنا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا عم ظافر ارحب الله يحييك خلوني بروح لا انتم انا بروح الان عرفت انا بروح لا استقبل لا لا بروح انا اوجه لك يا لا الحديدي يا مرحبا يا مرحبا بالعم ظافر الله يحييك الله يتشرف حياك الله يا العم ظافر يا مرحبا حياك الله مرحبا بالعم ظافر كيف الحال عساك طيب مرحبا ومسهلا حياك الله وكيف الطريق معك كيف الشباب وانت جاي كيف حالك عسى ما تعبت الحمد لله ها الحمد لله حتى تأخرت وبدينا الحلقة لكن نسكت لك مع الإدارة انك تبقى مع الأبناء اليوم تقضي معهم ليلة كاملة الشباب ما الشباب يا ابني المتسابقين الشباب ما الشباب الله يسلمك ذرحين أنت ليش ما تحب أحد يا إمسك باقي معتمد على نفسك وكذا ما شاء الله باقي شباب باقي شباب الله يسلمك الله يحفظك إن شاء الله يرعاك لا إله إلا خلوكم محلكم بيجيكم 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 خلوكم في مكانكم بيجلس على طول عشان الحلقة ما عاد بقي منها شيء نبغى نستفيد بس. إيه بيتعب بيتعب. بحط جنب فهد العدوان. هذا جنب فهد العدوان. فهد الشاعر فهد. الشاعر فهد العدواني من الكويت. نعم والشاعر مهند من العراق. مهند العزاوي. ومعنا طال عمرك الرجال يرسل رسائل دائم وينصح الناس والله يجزاه خير. اللي هو ورجل الاعمال الاستاذ حسن الناهسي ونعم ونعم ومعنا المنشد راشد من المره ونعم فيهم جميعا ايه. والله انا تعب المشي يا بريك وش تبغى ابشيل انا عيب سلام مجوري ارحبوا السلام ارحب ارحب مرحبا ومسهلا
تفضل جنب الشاعر فهد العدوان على طول مباشرة. ارحب يا عطار ارحب سلمه ارحب الله يحييك تفضل يا هلا وسهلا الله يحييك يا ابو غير ما سلم يا الله يحييك الله يحييك ويسلم حياك الله الله يحييك طيب يا مرحبا يا مرحبا انت نورتني وشرفتني اليوم الله يسلمك يا ابريك والله ان لي الشرف والشهد الله يسلمك الطريق اتعبك والله ما ارتاح ارتاح لما نسمع من الشاعر فهد لبه انه تعبان تعبان الشاعر فهد العدواني عندك لما نسمع منه قصيده يا مرحبا تبي غزل بسم الله غزل غزل مزبوط ازرع انا